أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية قصر أداء العمرة على الحجاج بداية من اليوم الجمعة وذلك تسهيلا لضيوف الرحمن وتخفيفا عليهم وذكرت الوزارة في بيان لها أنه ابتداء من اليوم سيكون أداء العمرة للحجاج فقط على أن يتاح الحجز مجددا عبر تطبيق اعتمرنا اعتبارا من الثلاثاء العشرين من ذي الحجة المقبل